مقاربة نوع اجتماعي وبتنسيق مع عمالة الإقليم بناء على التشخيص والتحليل الدقيق للموارد الترابية والمالية والنفقات التقليدية للمجلس مع تكثيف الجهود وتضافرها برؤية تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية المجلسية. كما أن إعداد هذا البرنامج يستلزم القيام بتشخيص وشرط جمع الحاجيات التي تهم المواطنات والمواطنين وإدماج البعد الحقوقي والبيئي في وصف تلك الحاجيات انسجاما مع المقتضيات الدستورية وترتيب الأولويات حسب الإمكانيات والوسائل المتاحة وكذا التواصل مع الشركات مع جميع المؤسسات من القطاعات الحكومية ومجلس الجهة وجميع الهيئات والمؤسسات وذلك كله برؤية تنزيل البرنامج ومواكبته بطريقة عملية وصحيحة وتحقيقا للالتقائية بين جميع القطاعات والبرامج التنموية. عملية إعطاء الانطلاقة لإعداد برنامج تنمية الإقليم الفترة الممتدة من 2021-2027 وكان لقاء غنيا تخلله عروض مقدمة من طرف الدكاترة الأفاضل من فريق مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذا البرنامج. وكما تعلمون هذه المحطة هي محطة أولى فقط، ستليها إن شاء الله محطات أخرى وأهمها المحطة التي سنفعلها أو سنباشرها مباشرة بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله، اللي غتكون هي في اللقاءات التشاورية بين اللي هي الآلية التشاركية والتشاورية اللي هي 14 آلية كما يحددها بذلك القانون الداخلي للمجلس. وس نشرع إن شاء الله يوم 9 ماي إن شاء الله في عقد أول لقاء تشاوري في بلدية إتباها، وستليها لقاءات تشاورية أخرى، وهذا اللقاء التشاوري ستدوم إن شاء الله شهر يعني ثلاثة شهر ماي. وبعد ذلك بعد استجماع هذه المعلومات سيتم تحديد الأولويات أولويات التنموية بالإقليم. طبيعة الحال هذه العملية ستتم من طرف مكتب المجلس بمعية مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذه الدراسة هذه. بعد تحديد الأولويات بطبيعة الحال سيتم تحديد المشاريع التي ستنجز، وبعد ذلك سنقوم بتقييم يعني البوارد المالية قصد ملائمتها مع هذه المشاريع المقترحة، وفي الأخير سيتم إعداد أو صياغة التقرير الأخير لهذا المخطط الإقليمي للتنمية قبل عرضه على اللجان الدائمة للمجلس، وبعدها سيتم عرضه للمصادقة على أعضاء المجلس الإقليمي. وهذه هي المراحل، وبالتالي فهذا مسلسل يحتاج وقت، وإن شاء الله نحن عاقدين العزم على إنجاح جميع المحطات إن شاء الله. ونشكركم كذلك على اهتمامكم الدائم به ما يدور بهذا الإقليم، ورمضانكم مبارك سعيد. برنامج تنمية الإقليم الشقيقة، وبهذه المناسبة أشكركم على الدعوة. حضرات السيدة والسادة، تعتبر الجهة نتيجة لتطور تاريخي شهده التراب تكون من خلاله بنيات اجتماعية متعددة تحاول فهم بيئتها والتعايش من خلالها، وهذا المعطى أساسي في بناء مستقبل التراب، خصوصا في ظل إعداد تصور شامل واستشرافي لمستقبل الجهة استنادا إلى تصميم جهوي لإعداد التراب. ويعد التصميم الوسيلة الأساسية للتخطيط والبرمجة المجالية، ويمكن من وضع برامج ومشاريع للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، مشكلا بذلك تصورا حول مستقبل تنمية الجهة. وقد نص القانون التنظيمي للجهات على أن إنجاز تصميم جهوي لإعداد التراب ينم عن اختيار سياسي عميق وتشاوري يهدف إلى وضع تصور شامل حول مستقبل التراب الجهوي ومكوناته الإقليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل المفكر، نائب رئيس الجهة المكلف بإعداد التراب. فاليوم الحضور ديالي عند الإخوان ديالي في مجلس الإقليمي للشكاية تباها،
جاء في واحد الإطار ديال انطلاق ديال برنامج العمل ديال برنامج التنمية الإقليمي بشتوكا إتباها، بحضور الإخوان ديالي في رؤساء الجماعات ديال الإقليم، بحضور الناس الممثل ديال السيد عامل صاحب الجلاله واللي والاخوان ديال المصالح الخارجيه. هذا الاجتماع اللي المرحله مهمه في هذه الولايه ديال ديال المجلس الاقليمي اللي كيجي في اعداد برنامج التنميه ديال هذا الاقليم. حنا بالنسبه لنا كمجلس الجهه فالحضور ديالنا هنا باش نبينوا على الدعم ديالنا لا مشروط لهاد الاخوان ديالنا في الاقليم ديال شتوكا إتباها، ونبينوا باننا على استعداد تام بمواكبه اقليم شتوكا إتباها في جميع المشاريع اللي غادي تعطي الاقليم ديال شتوكا إتباها المكانه التي يستحقها داخل التراب ديال الجهه وكذلك داخل التراب الوطني. كما كتعرفوا فصاحب الجلاله جلاله الملك محمد السادس في الخطاب ديالو الشهير كيبين بانه سوس ماسا كتعتبر واحد وسط المغرب وخصها تعطاها المكانه ديالها على الصعيد الوطني، وبالتالي فكل يجب ان نتجنب اللي اننا نكون في المستوى ديال التطلعات ديال جلاله الملك وكذلك التطلعات ديال الساكنه ديال الاقليم شتوكا إتبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم بمقر عمل شتوكا إتباها اللقاء الإخباري والتشاوري لإعداد مشروع برنامج التنمية الإقليمية إقليم شتوكا إتباها. العروض التي سيتم تقديمها من مكتب الدراسات، المقاربة القانونية، المقاربة السوسيولوجية، ثم المقاربة التي سيتم إنهاجها. ومتمنياتنا هو أن يكون برنامجا طموحا تكون فيه التنمية الحقيقية الحضارية وكذلك القروية، وكذلك أن يتم إعطاء أهمية كبيرة للمرأة، للطفل، لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك أن يجد فيه المواطن والمواطنة طموحاتهم من خلال مقاربة جديدة تقاطعية مع البرامج الحكومية وكذلك مع البرامج الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يتوخى من خلالها أن تصل التنمية إلى جميع المواطن والمواطنات في هذا الإقليم العزيز. المقترحه بمجالات اقليم شتوكا إتباها. حضرات السيدات والساده، اتمنى لاشغال هذا اللقاء الاخباري. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.